الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعلن أصحاب الحساب الفلكي بأن يوم غد الموافق لآخر الشهر من شوال سيكون فيه كسوف شبه كلي، ربما تظلم فيه الشمس من الساعة 7 صباحا وإلى 8 صباحا في اليمن، وسيكون في غير اليمن. ومع ذلك نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، وقال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم إن معرفة الكسوف والخسوف بالحساب قد ذكر شيخ الإسلام أنه أمر مقدور عليه كمعرفة الأهلة، إنما الأهلة يشترك فيها جميع الناس، وذاك الأمر إنما يشترك فيه من كان من أهله. والذي يهمنا في الشرع أن الصلاة إنما تتعلق بالرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، ففي رواية: فكبروا واستغفروا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم، وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة. فعلى الناس إذا رأوا هذه الآية أن يتوجهوا إلى بيوت الله بالذكر والدعاء والصدقة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف، ويصلي المصلي ركعتين، إلا أنه يصلي في كل ركعة ركوعين، فيفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وما تيسر معه من القرآن أو شاء من القرآن، وكل ذلك بالجهر في الكسوف أو الخسوف في الليل أو النهار. ثم يسجد سجدتين كالسجدات المعهودات في الصلوات المكتوبات، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد الحديث، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ ما شاء من القرآن، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد. فهكذا يكون ترتيب الصلاة، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. جاءت أوجه أخرى لا يصح منها شيء، من حديث ابن عباس وعلي وجابر، وبعضها في مسلم، إلا أن الصحيح أنها لا يصح شيء. وأصح ما في الباب حديث عائشة، ورواية حديث جابر، حديث ابن عباس، كما بينا ذلك بحمد الله في كتابنا الذهب المسبوك في أحكام الكسوف. فمن صلى ثم انتهى من الصلاة قبل انتهاء الكسوف بقيت عبادات كالدعاء والصدقة والتكبير والاستغفار، ومن انتهى مع انتهاء الكسوف ليس عليه شيء، فهي صلاة تشرع للكسوف. ومن لم يعلم بالكسوف إلا بعد ذهابه ليس عليه شيء. واختلف أهل العلم، فجمهورهم على أنها سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة وجمع إلى أنها واجبة، وهي اختيار مشايخنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فافزعوا إلى الصلاة، ونحو ذلك. وأجابوا عن حديث طلحة بن عبيد الله: إلا أن تطوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الصلوات اليومية، أراد بها، أما الصلوات التي تكون لسبب فشأنها آخر. وندعو أنفسنا وجميع المسلمين إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإن تتابع هذه الآيات الواضحات البينات لا يدل على كثرة الشر والفساد الواقع في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلنبادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار، ونسأل الله العفو والعافية.